يعتبر الريش في الصقور من أكثر الأجزاء تعرضاً للكسر والفقدان نتيجة لاستعماله في القنص. وهنا في مستشفى أبو ظبي للصقور، أنا الدكتورة مارغريت مولر سأقوم بعملية إصلاح ريشة جناح مكسورة لهذا الصقر بطريقة خاصة تدعى بالتوصير. كما تشاهدون لدينا هنا أنواع مختلفة من الصقور، أصيلة ومهجنة وذكور وإناث، لذا لدينا أنواع وألوان مختلفة من الريش. مثلاً هذه الريشة تبدو طويلة ورافعة بنفس شكل الريشة المفقودة، ولكن الحجم مختلف. وهذه الريشة عند مقارنتها بالريشة الثانية للجناح تختلف عنها بالحجم وقصيرة قليلاً، وعند مقارنتها بالريشة رقم ثلاثة فإنها بنفس الحجم ولكن لا تشبهها، هذه تبدو أفضل ومتطابقة تقريباً. من هنا سأريكم كيفية تركيب الريش على جناح الصقر. بالتأكيد نبدأ أولاً بتخدير الصقر بجهاز التخدير الاستنشاقي، ولكن لفترة وجيزة. عندما ينام نبدأ بالإجراءات. جيد، الآن نام الصقر. نتفحص الجناح بدقة. لدينا ريشة مفقودة هنا، هذه قاعدة الريشة، ويجب تثبيت الريشة التعويضية هنا، وهذا ما سوف أجريه الآن. هذا هو جذر الريشة المكسورة، سوف أقوم بتحديدها أولاً ثم عزلها عن بقية ريش الجناح بهذه الورقة. هذه ذات قطر كبير، إذن سأختار قطعة من الخشب تشبه النصل للتثبيت، ثم سأختار الريشة الملائمة من ناحية الشكل والحجم والطول المناسب بحيث لا يمكن تمييزها عند الطيران. سأجرب واحدة أخرى، تبدو جيدة وملائمة من حيث اللون وتدرج الطول. نبردها حتى نصل القطر المناسب، ثم نقطع الجزء المناسب للتثبيت. تبدو جيدة، سأبدأ بتثبيت المادة اللاصقة والتي تتكون من نوعين، يتم خلطهما جيداً لكي تبدو طبيعية تماماً. نحتاج لبعض القوة لتثبيتها جيداً، وبالمناسبة قد لا يبقى هذا النوع من الريش لأكثر من سنة، حيث تنمو بعدها ريشة طبيعية ولا نحتاج لريشة أخرى لتثبيتها من صقر آخر. كما تلاحظون تم التعويض أخيراً، وبإمكان الصقر الطيران والقنص بقوة من جديد، وسيكون الصقار سعيداً أيضاً.